عشاق الفن السابع كانوا في الموعد من أجل هيليوبوليس، أول الأعمال السينمائية الطويلة للمخرج جعفر قاسم، ليكون العمل تكريما وتشريفا لشهداء 8 مايو 1945. السينما ضرورية وتدخل في القوة الناعمة التي تحتاجها كل دولة وكل أمة للنهوض بثقافتها والدفاع عن أفكارها ومقوماتها وتاريخها كذلك. اليوم نحتفل بعيد الطالب، وفي نفس الوقت نحتفي بفيلم هيليوبوليس يروي حقبة مهمة من تاريخ الجزائر 8 مايو 45. التاريخ في السينما من زمان كاين، ماشي مانيش أول مخرج ولا حتى المخرجين اللي قبل مني وظفوا التاريخ. برك أنايا كمخرج أول فيلم تاعي نامن باللي الفيلم كيسوا هيستوريك صديق تاريخي ولا عصري لازم تكون عنصر الخيال. أحداث 8 ماي كامل قريناها في المدارس، ولكن احنا حبينا نجسدوها في صورة، يعني المشاهد الكريم نقربوا له الصورة من خلال الأعمال السينمائية. الثورة والسينما معادلة مهمة من أجل تنوير فكر أجيال بأكملها عن بطولات شعب لا يقهر.